واخيرا عوده فيديوهات السماعات عشان انا بحبك، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده. ومش اي فيديو سماعات، انا النهارده مجمع لك كل موديلات الايربودز بتاعت ابل بس تحت سعر 500 جنيه. مفيش دلع اكتر من كده يا صاحبي. الايربودز العاديه والايربودز برو والايربودز ماكس تحت سعر 500 جنيه، يا بلاش، وخلي المواطن يتبسط ويتدلع. فيا صاحبي ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده. المهم يا صاحبي، تعالى بقى نبتدي في هذه السماعات معانا. نبتدي من اول الايربودز العاديه ارخصهم، ودي سعرها 390 جنيه للايربودز برو، ودي سعرها 540 جنيه للايربودز ماكس اللي سعرها 375 جنيه. 375 زي ما انت سمعت كده بالظبط، هي سعرها الحقيقي الاصليه 6000 او 7000 جنيه، انا جايب لك واحده 375 جنيه. هنشوف ونجرب. اكيد مش هيبقى بنفس الكواليتي، مش هيبقى نفس الصوت، بس هنشوف هتبقى الاداء بتاعها عامل ازاي، على قد فلوسها ولا لا. ولو اشتريت اي سماعه من السماعات دي واستخدمت كود الخصم NOV10 اللي هيديك خصم 10% على موقع الترا ايجي سبونسر فيديو ده، هتلاقي اللينكات السماعات دي تحت الفيديو في الوصف. لو انت اشتريت اي سماعه منهم خلال شهر نوفمبر واستخدمت كود الخصم هتاخد خصم 10%، يعني مثلا الايربودز برو بدل ما هي تبقى 540 هتبقى ب 490 جنيه، تبقى دي اغلى واحده تحت سعر 500 جنيه. ولا نبتدي مع اول سماعه ايربودز معانا، وهي الايربودز العاديه. نركن دول كده بعولي بره الكادر، ونركن البرو، وتعالى نشوف الايربودز العاديه. يعني سبحان الله نفس العلبه بالظبط، يعني فعلا نفس العلبه، نفس الاوراق اللي بتيجي برده مع الايربودز ديزايند باي ابل ان كاليفورنيا، عاملين نفس الباكجينج بالظبط. زوم لي بقى كده شويه، نفك اللزقه دي كده. تمام، اول كده اختبار، الغطا مش بيقفل لما بقلبها، دي احسن حاجه، دي بتبين كده كواليتي الكيس وانها مصنوعه كويس. الغطا مش بيقفل دي اهم حاجه، عشان ما تطلعها ما تقعدش تقرفك كل شويه الغطا تلاقيه اتقفل، ما اعرفش ايه الجوده. مع كيبل لايتنينج عشان هي بتتشحن بلايتنينج بورت. تمام، نركن ده على جنب. بصراحه نفس التصميم بالظبط، ونفس الحجم الصغير واللايتنينج بورت، وكمان الزرار اللي ورا، وكمان المفروض اللي هي مكتوب عليها اللي هي بتدعم الوايرلس تشارجنج. تعالى كده نجرب ان بتدعم الوايرلس تشارجنج ولا، وفعلا لو بتدعم الوايرلس تشارجنج في السعر ده 390 جنيه اللي هي الايربودز اللي هي العاديه، صراحه هتبقى حوار حوار حوار. فتعالوا كده نجرب ده. المي 11 في ريفرس وايرلس تشارج، فتعالوا كده نجربه مع السماعه. كده شغلنا الوايرلس تشارجنج، نقلب الموبايل على ظهره كده، السماعه مش منوره اهي، حطها هنا كده. اتمنى يكون النور باين. باين، بتشحن اهي، منوره، تحفه تحفه تحفه. كون سماعه زي دي بالسعر ده وحاطين فيها كل الفيتشرز، حتى ان الكيس بتاعتها بتدعم الوايرلس تشارجنج، ده شيء عظيم جدا. تعالوا بقى ندخل على تجربه الصوت وتجربه المايكات. والله حلو جدا، بتدعم الاي اي سي اوديو اللي هو المفروض هاي كواليتي اوديو اكسبيرينس، بتديك كده صوت افضل واقوى واحسن، بتديك تجربه صوت افضل. فتعالوا بقى نشوف تجربه الصوت هتبقى عامله ازاي. اوكي، فيها السنسورز بتاع لما احط السماعه في ودني تعمل بلاي، ولما اشيل السماعه من ودني تعمل بوز. ده نفس السنسور اللي موجود في السماعه اللي هي اصلا سعرها 2000 وشويه. 3 خبطات على الشمال تجيب لك التراك اللي بعديه، 3 خبطات على اليمين تجيب لك التراك اللي قبله. صراحه كول جدا. طب تعال بقى نعدل كده الصوت على الاخر ونشوف الصوت هيبقى اللو بتاعه قد ايه. شوف كده تراك كده ويكس رضعه علشان اردي النونه. درجه علو الصوت اديلها 7/10 بصراحة. لا مش أعلى، مش أعلى حاجة يعني، في أعلى من كده. هو صوت حلو ونقي وفي تريبل وفي بيز، بس هو مش 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 أعلى حاجة، لا في أعلى من كده. بس هي صوتها كويس، مقبول جدا. لو أنت مش بتحب السماعات العالية أوي 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 أو اللي توجع لك ودنك، فهتبقى مستلطف دي وهتبقى بالنسبة لك صوتها مقبول. لكن أنت في مكان زحمة يعني، دي مش هتبقى مغطية على الزحمة، أو صوتها مش هيبقى مغطي على الزحمة اللي حواليك، هتبقى سامع الزحمة عشان هي صوتها مش أعلى حاجة. تعال ندخل بقى في تجربة المايك اللي أنا جربته. بصراحة صوت المايك بتاعها حلو جدا. تعالى هسمعك صوت المايك دلوقتي. يا ابن عم، يا ابن عم، إيه الأخبار كده؟ إيه رأيك في صوت السماعة دي؟ هذا أحسن حسيت إن أنا سماعة. يا راجل، كل المتابعين أنا دفعت لك كام عشان نفسي آخد فلوس بس ما في. يعني أنت دي صوتها أحلى من بتاعت إمبارح الثانية؟ دي حاسس إنها بيور أكتر فعلا. الثانية ما كانتش سيئة بتاعت إمبارح، بس دي أحلى يعني. كده حاسس صوتي أنا أعلى ولا اللي حواليا أعلى؟ هو أنت أعلى سنة، بس برضه الدوشة واصلة لي يعني، بس بسيط. بس أنت سامع صوتي قادر تميزه يعني. لا انت برضه شايفها افضل من بتاعت امبارح برضه؟ دي بكتير لما انت اتكلمت كده. لا دي بكتير. انا بالنسبه لي صوت المايك بصراحه اديله من 8.5 9 كمان من 10. صوته حلو جدا وانا في مكان فاضي، صوته نقي لدرجه ان صاحبي ما كانش مدرك ان انا بتكلم من سماعه. صوتها مع العزل ممكن اديله 6.5 او 7، علشان هي في العزل مش اقوى حاجه يعني، انت بتبقى سامع برضو الزيت اللي حواليها، بس ما زلت سابع صوتي انا.
فهنديرها 6.5 7. بصراحه لغايه دلوقتي انا معجب جدا بيها بالنسبه لسعرها. وايرلس تشارجنج فيها كل السنسورز، يعني مفيش دلع اكتر من كده. بل كمان لو استخدمت كود الخصم هتاخد خصم 10%. كود الخصم هتلاقيه تحت الفيديو في الوصف، وما تنساش تكتب كل الحروف كابيتال NOV10 علشان تاخد خصم 10%. يبقى سعرها حوالي 340 جنيه 350 جنيه. مفيش دلع زي ما بقول لك اكتر من كده. ندخل على السماعه اللي بعدها. السماعه اللي بعدها معايا منها ثلاث الوان، الاسود او الجراي، ومعايا الاحمر او بينك، ومعايا اللبني. انا بصراحه فتحت واحده اللي هي الاسود، هفتحها معاكم. فتعالى كده نشوف اللي انا فتحتها دي هتبقى صوتها وشكلها عامل ازاي. ده الباكج بتاع العلبه، عاملين فعلا السماعه بالظبط، يعني طبعا بماتيريال مختلفه. دي السماعه اوكي، جاي معاها وصله 3.5 مللي، وجاي معاها الشاحن مايكرو اس بي عشان تشحن السماعه نفسها. هم تقريبا ضايفين فيها فيتشرز زياده، يعني تقريبا سماعات قبل ما فيهاش مكان لمايكرو اس دي، هنا تقدر تضيف مايكرو اس دي. عندك هنا مدخل الشحن، وهنا مدخل 3.5 مللي، مكان الميكروفون. ما انصحكش انك تعمل مكالمه منها، صوتها مش افضل حاجه، انا جربتها. يعني هي كمان السماعات الهيدفون مش بتبقى مخصصه ان انت تتكلم فيها، على قد ما هي مخصصه اكتر انك تسمع فيها. عندك هنا بقى كنترولر، كل الزراير تحكم، الباور اللي بيعلي الصوت اللي بيوطي الصوت، اللي بيرد كمان على المكالمات، بتيجي بالتراك اللي بعديه التراك اللي قبليه. الكلام ده زي ما قلت لك في مكان مايكرو اس دي هنا صغير. المشكله ان هم مش محددين فيها فين الرايت وفين الليفت، يعني انا دي لما ابتدي اسمع فين اليمين وفين الشمال، يعني ده ويرد شويه. بس ماتيريال معقوله، تقدر توسعها كده او تضيقها. انا بالنسبه لي ده الحجم اللي هيبقى مناسب لراسي، اللي هي ضيقه كده كويسه لحد ما كمان ثابته، عشان انا كمان لابس كاب فمش عارفه تمسك على راسي كويس، بس هي ثابته كويس. انا كده نسمع. واو، صوتها جميل جدا، عالي، تريبل بيز، حاسس بكل حاجه في ودني كده. لا صوتها دي اديله 8.5 9 كمان من 10، يعني لا صوتها حلو قوي، لا صوتها حلو جدا كمان. هي سعرها 375 جنيه، نفس السماعه قبل وتنزل كده تفشخر بيها في وسط اصحابك، محدش ياخد باله والله اللي هي مش اصليه، اللي هي حاجه هاي كوبي او بالسعر ده. يعني استخدمت كود الخصم هتقع عليك بارخص من كده بكتير، يعني 330 جنيه ولا 340 جنيه في الرينج ده. اكيد مش واخد نفس الصوت، بس واخد صوت كويس جدا، اكيد مش نفس البيلد كواليتي، بس كواليتي معقوله طالما السماعه ما بتقعش منك، ما بتتخبطش، بتشحنها عادي وبتستخدمها عادي. السماعه هتعيش معاك او اي سماعه ثانيه هتعيش معاك. لو انت حبيت تسمع صوتها في المكالمات هيبقى عامل ازاي، هسمعك صوتها دلوقتي. الو، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ زي الفل يا اسطى، عامل ايه؟ سامع صوتي كويس؟ صوت الايه؟ سامع صوتي كويس؟ تمام كويس، بس يعني ما يغربش سنك كده. ما يغربش صح؟ مش افضل. ايوه بالظبط. طيب كده بقينا بقى البرو، واستنى بقى عليا في البرو دي. يا ربي نفس برضه العلبه، مش طبيعي، هم بقلدنا فعلا بالظبط، برضه ديزايند باي ابل ان كاليفورنيا. وهنا السماعه، ده حتى يا ربي نفس مكان الاير تابس. بص يعني عامل لك هنا مكان الغيارات، وكمان معاك كيبل بالشكل الجديد من تايب سي للايتنينج، عشان انت لو جبت الشواحن الجديده بتاع ايفون دلوقتي اللي هي ايفون 12 او ايفون 13، الراس الشاحن من تايب سي للايتنينج. هم حتى دي واخدين بالهم منها، تو ماتش ديتيلز بصراحه. هم واخدين بالهم من الحاجات دي، ففعلا اللي هيمسك السماعه بتاعتك دي مش هيفرقها عن الاصليه، يعني تنزل كده في وسط اصحابك عادي، ما والله ما حد هيفرقها فعلا. دي سعرها 540 جنيه، ولو استخدمت كود الخصم هتاخد حوالي 10% خصم، يعني 54 جنيه، يبقى سعرها حوالي 490 جنيه تقريبا. تقريبا يعني. دي السماعه يعني نفس، بص نفس الديزاين يا رب، بص نفس الشكل بالظبط، شوف حجمها قد ايه. الكيس برضو الغطا، بص لما تقلبه بيفضل مفتوح. فيها نفس السنسور كمان بتاع لما تحط السماعه في ودنك بتشتغل، لما تشيل واحده منهم الصوت ويف ترجع السماعه الصوت اشتغل. بس في ملحوظه، صوتها عالي قوي، انا مش سامع صوتي حاليا. دي احلى صوت فيهم، صوتها عالي قوي، البيز والتريبل، حاسس ان فعلا ودني من جوه التابلت ودني بتعمل كده، صوتها عالي قوي. انا مش هقدر معليها كده فتره طويله، لازم هقلل شويه، يعني مش هقدر فعلا، صوتها ممكن يتعبك كمان، عشان هي في الكاوتشات دي هي بتعمل باسيف نويز كانسليشن، او بتعزل الصوت بشكل باسيف، ضغطه كده او مضغوطه جوه ودنك، فانت فعلا عازله الصوت. انا ما كنتش سامع صوتي وانا بتكلم. تعالوا بقى نروح لتجربه المايكات بتاع السماعه دي. الو يا ابو الصحاب، ايه يا
ايه رايك في صوت السماعه دي؟ اتكلم كده معايا تاني. اقول لك ايه رايك في صوت السماعه دي؟ حلو بس واطيه سنه. واطيه سنه اه بس يعني تديها كام من 10؟ كان بتاعت الظهر دي. لا دي ممكن 8 كده. سامع صوتي اكتر ولا صوت اللي حواليا اكتر؟ سامع الاثنين كده يعني. كان في الاول صوتك انت اكتر. دلوقتي الاثنين شغالين مع بعض. اه سامع صوت اللي حواليا عالي قوي. هو واصل لي بس مش عالي قوي يعني. يعني بس عايز تميز صوتي يعني فيك. اه لكن في الاول لا كان احسن صوتك لوحده. لا بس رايك هينزل في الريفيو ان شاء الله. قال ده قال ده. زي ما انت سمعت صوت السماعه دي يعتبر المايك بتاعها اقل شويه من السماعه اللي قبلها او السماعه الايربودز العاديه اللي هي الاولانيه خالص. دي يعتبر النقاء بتاع الصوت. وانا مثلا في مكان فاضي مش افضل نقاء، بس صوتك واضح ومسموع وكل حاجه كويس. بس زي ما صاحبي قال اللي هي مش انقى حاجه يعني، في انقى من كده. اللي هي الاولانيه كانت انقى بصراحه، المايك بتاعها كان احلى. دي المايك بتاعها ممكن اديله ممكن 7.5 او 7 تمام. في الزحمه برده نفس التقييم او اي بقى اقل شويه عشان هي برده ما فيهاش عزل جامد قوي. وطبعا سماعات في السعر احنا مش مستنيين بصراحه منها عزل جامد قوي يعني. يكفي اللي هي بتبقى صوتك مسموع للطرف الثاني. اه ممكن لو انت في مكان زحمه يبقى سامع اللي حواليك، بس هيبقى سامع صوتك برده. فاكيد سماعات زي دي مش هتستنى منها عزل، مش هتستنى منها بقى يعني افشخ حاجه في الكوكب تمام. يعني انت واخد نفس فعلا المواصفات بنفس السنسورز بنفس اماكن التاتش اللي هي ضغطه جيب التراك او توقف التراك، واخد نفس كل الفيتشرز مش بربع السعر، بتمن السعر بواحد من عشرة من السعر الاصلي بتاع الحاجه. دي سعرها حواليا 3500 جنيه تقريبا او 4000 جنيه. انت واخدها حرفيا بعشر السعر 500 جنيه. شوف انت وقرر. بس انا بصراحه يعني انا لو هروح لتجربه مايك احسن ولا صوت احسن؟ لا انا صوت احسن يعني. ما انا كده كده صوتي مسموع في المايكين يعني، صوتي مسموع في دي وصوتي مسموع في الثانيه. اه كلاريتي او وضوح مش عالي قوي، بس انا هروح بصراحه اللي مكيفاني كصوت اللي انا سامع فيها كويس. مش مشكله بقى الطرف التاني يسمعني ازاي، اهم حاجه انا ابقى سامع كويس يعني. ده رايي الشخصي يعني. انت برضو اللي يريحك. انت لو عايز تروح للسماعه الايربودز الاولانيه العاديه انت ممكن تروح لها، بس هي كصوت او علو صوت مش زي دي. دي اعلى بكتير. لا اعلى بكتير ايه؟ اعلى بمراحل. دي صوتها كويس مقبول بس كده، لكن صوت المايك بتاعها افضل بصراحه من البرو. فانت شوف يعني انت حابب تروح لمين او تختار ايه يعني. ده انا قلت لك رايي اللي انا بصراحه هروح للي انا سامع فيه كويس. الطرف الثاني طالما سامعني خلاص انا ما عنديش مشكله. خلاص انا نجرب مع موضوع الوايرلس تشارجنج ونشوفها بتدعم ولا لا. كده شغلنا الريفرس تشارج على الموبايل ده. تعالى كده نحطها هنا باين نورت كمان بتدعم الوايرلس تشارجنج. يا ابني بص انا مدلعك مش جايب لك اي حاجه هاي كوبي، بس ايه يعني بس نينجا. دول السماعات اللي كانوا معايا النهارده، الايربودز العاديه الايربودز برو والايربودز ماكس. فكل دول سعرهم تحت 500 جنيه، اي واحده منهم تحت 500 جنيه. ولو استخدمت كود الخصم او اشتريت اي سماعه منهم خلال شهر نوفمبر هتاخد خصم 10%، خاصه ان الفتره الجايه في زياده اسعار كده على كل المنتجات. يعني ربنا يستر الفتره اللي جايه من موجه التضخم اللي هتحصل دي، كل الحاجات هتغلى، كل حاجه هتغلى. فلو حبيت تشتري اي حاجه مش السماعه دي بس حاول تشتريها دلوقتي. بس يا صاحبي كده انا هكون خلصت. ما تنساش كده تعمل لايك للفيديو، تقول لي ايه رايك في السماعات اللي انا جايبها لك النهارده. عايزين سماعات ايه تاني الفتره اللي جايه؟ عايزين انواع معينه. ايه رايك في فكره الفيديو ده اللي جايب لك سماعات قبل هاي كوبي؟ يعني شاركني برايك كده تحت في الكومنتات وانت معدي تعمل لايك. وعايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات. ظبطني ظبطني عشان مظبطك. بس يا صاحبي اشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام.